بمركز بيرغندوز عقد المجلس الإقليمي لأوسر دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2013، دورة عرف جدول أعمالها 4 نقاط: تناولت الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية الإقليمية وبرمجت الفائض التقديري للسنة المالية 2014، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات تهم التنمية السوسيو-اقتصادية. غالي القارحي ومحمد يداس. أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لأوسرد استهلت بتقديم حصيلة أنشطة المجلس في معرض لاسبارماسا، والتي تميزت بتوقيع عدة اتفاقيات تهم عدة مجالات كالسياحة والفلاحة والطاقات المتجددة. مشروع الميزانية الإقليمية للسنة المالية 2014 وبعد تداول فصوله من طرف أعضاء المجلس تم التصويت عليه بالإجماع، كما صوت الأعضاء على إعادة تخصيص اعتماد للمساهمة في أشغال ربط المحطة الكهربائية بشبكة التوزيع بمركز بيرغندوز بموجب اتفاقية شراكة مع وكالة الجنوب. مشاركة للمجلس الإقليمي حصلت ذو الأيام في جزر الكناري في مدينة لاس بالماس بالخصوص، وهي عبارة عن صالون معرض شارك فيه المجلس حضور يعني باين، والجهة بصفة عامة اللي بينا من خلاله مؤهلات الإقليم، وكانوا فيها في جدول الأعمال نقاط تهم الأمور التسيير العادي في إعداد الميزانية 2014، تقدير الفائض إلى آخره، واتفاقيات شراكة اللي منها النقل الجوي ما بين الجهة بصفة عامة والداخل. 6 اتفاقيات شراكة بين المجلس الإقليمي لأوسرد وشركاء مختلفين تضمنت مشاريع سوسيو اقتصادية في إطار تعزيز البنى التحتية بالإقليم، تتعلق باقتناء جهاز سكانير على مستوى الجهة وإنشاء حزام أخضر للحد من قوة الرياح بالجهة الشمالية الغربية، بالإضافة إلى بناء قاعة مغطاة تستجيب لتطلعات الساكنة في المجال الرياضي وتجهيز المنطقة الحرفية الخدماتية لما لها من أهمية على المستوى الاقتصادي. هناك اتفاقيات ترفيه، اتفاقيات مغطاه، هناك اتفاق الحزام الاخضر الذي سيكون حزاما واقيا للمدينه عن الرياح الاتيه من القرب. اضافه الى هذا برنامجنا كذلك فائض الميزانيه الحقيقيه التي صبت في هذا الاتجاه كلها. مشروع اتفاقيات مع مجموعه من المتدخلين في اطار النهوض بهذا الاقليم وتنميته استكمال لبنات السير به الى الامام ان شاء الله، ومن اهمها هي اتفاقيه ديال الشراكه مع اللي يعني هما كانوا سابقا. النقطة الأخيرة على جدول أعمال المجلس الإقليمي تضمنت الدراسة والتصويت على برمجة الفائض التقديرية برسم السنة المالية 2014، وقد صوت أعضاء المجلس خلال هذه الدورة على مختلف النقط بالإجماع ليسدل الستار على هذه الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.